هذا الموضوع يحظى بأهمية، فيه جنبة إنسانية وطنية أخلاقية. للأسف جزء من التأخير في عودة النازحين هو بسبب عدم التنفيذ الصحيح لكثير من القوانين والقرارات. يعني من نتكلم عن عودة نازح وأنت ما منطي تعويض، ما موفر له السكن، ما موفر له الخدمات في منطقته حتى يرجع هو وعائلته وأطفاله ويمارس حياته اليوم، وكيف يرجع؟ ما موفر له الأمن بسبب بعض المشاكل المجتمعية في المنطقة. هذه فيها تلكؤ يعني في التعويضات، واحد من أكثر ملفات الفساد هو في التعويضات. الناس ما لها أي علاقة بال 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 ما تعرضت له المحافظات، أخذت تعويضات، والناس المستحقة واللي مقدمه معاملة لحد الآن. أكو روتين وبيروقراطية في المعاملات بين اللجان الفرعية واللجان المركزية، قلة تخصيصات مالية، كلها مشاكل عطلت عملية إكمال هذه الاستحقاقات حتى يرجع المواطن لمنطقته. وضعناها في سلم أولوياتنا وتعمل عليها لجان لتدليل هذه المعوقات حتى نمكن أهلنا من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية. احنا اليوم مو فقط النازحين في داخل العراق، وإنما بدأنا بعملية حتى مع الموجودين خارج العراق، خصوصا في سوريا اللي متواجدين في معسكرات. وجدنا من المصلحة أن نبدأ بعملية إعادتهم بعد التدقيق الأمني وبعض الإجراءات اللي تتعلق بإعادة إدماجهم بالمجتمع. هذه مسؤولية وطنية تجاه المواطن العراقي في الداخل والخارج.